واصلوها وتذكروا ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وأبشر أبشري أيتها الواصلة بالعز والتمكين والرفعة والرزق والبركة، كل ذلك لأنك استجبت لأوامر الله وأعرضت عن الشيطان ووسوسته والنفس ودواعيها. أمة الإسلام، إن الناظر فيما يجري من حولنا يعلم مدى غربة هذا الدين، غربة لأهل التوحيد والتوحيد.